هذا الشخص صمم ديكور شبيه بأفلام عصا الساحرة الطائرة مستخدما طائرة بدون طيار أو درون. وفي قائمة تصميماته هذا أيضا. تم القبض على هذه الفتاة ووضعها في المقعد الأمامي من سيارة الشرطة عندما كان الضباط منشغلون في التحدث. استولت على السيارة. What is she doing? Stop! Stop! David 136, suspect just stole my vehicle. وبعد بضع دقائق تمكنوا من القبض عليها. This will be tougher to steal. This is one of our updated hard to steal models. تخيل بعد الاستيقاظ في كل يوم تستطيع مشاهدة هذه المناظر. صمم هذا الشخص الشقة بأكملها في لعبة واقع افتراضي، لذلك لا داعي للخوف من الارتطام بأي شيء. اكتشف هذا الشخص أنه يمكنك فتح الأقفال باستخدام مفك كهربائي. هذا هو الحوت الأبيض، وهو من أشهر الحيتان في العالم، ويدعى حوت الأبين الأبيض، وعادة يتواجد في سواحل أستراليا. هناك فقط ثلاثة أنواع متواجدة حاليا. بينما كان ينظف هذه السيارة اصطدمت بها فجأة سيارة أخرى. لم يصب عامل التنظيف بأي إصابة خطيرة. حينها ادعى سائق السيارة أن دواسة الفرامل لم تعمل. اشترى هذا الرجل جهاز كمبيوتر قديم وملأه بحبات الفاصوليا ثم دفع الثمن لإصلاحه. It sounds to me like a power supply unit might have gone bad. I don't know what that one is. Oh my gosh. Dude. He say it's a power. Wait. Come here for a minute. He said it's power. This is like food. It's not like to help the computer Absolutely. Stay cool no, or anything. No. Someone sold you something with a bunch of beans in it. This is black beans. This is what you get at a Mexican restaurant. And that's not good for the computer? No. هذا النمل يريد جر الخنفساء إلى المنزل. هؤلاء الطلاب قاموا بتصميم أزياء مدهشة جدا ومستوحاة من لوحات فنية شهيرة. هنا يرتفع المد ببطء. تظل هذه الصخرة جافة، وتستطيعون رؤية اللحظات الأخيرة قبل أن يغمر مستوى المياه الصخرة أخيرا. يقوم هذا العالم بجمع عينات من الحمم البركانية ليقوم بدراستها لاحقا.
تحاول شركة في أستراليا تصميم آلة لإنشاء الأمواج على بحيرة حتى يتمكن الناس من الذهاب لركوب الأمواج. Whenever you can't find the cat, all you have to do... Put it down. I need to put the bowl down nice and gently. أطلق هذا الفتى هواء بالونا كبيرا في مكتبه. هذا كل ما لدينا في هذا المقطع، آمل أن تكونوا قد ساعدتم ولو قليلا، وأراكم يا رفاق قريبا جدا. وداعا.